ورط او حاول ان يورط مصر شعبا وجيشا في دعم المشروع الامريكي الصهيوني في سوريا، وفي مساندة الاحقاد والغل من بعض الدول الخارجية ضد بشار الاسد شخصيا وضد حافظ الاسد قبل كده، وعارفين الاحقاد الشخصية لهذه الدول ضد هذا الشخص، وفي لبنان وعارفين كل الكلام ده، والناس عارفة كل الكلام ده. لسنا في حاجة ان احنا نضيع وقت فيه. النهاردة التحدي الكبير انه اصبح مصر وسوريا في خندق واحد ضد الارهاب، ولابد من ازاحة هذا الارهاب. وعشان كده حتى لا اطيل على حضراتكم، مصر النهاردة رسمية بعد ثورة 30 يونيو مطلوب منها لغة جديدة، ومطلوب منها سياسة جديدة تجاه سوريا. صحيح تم تعديل المواقف، ولكنها لازالت على استحياء، ولازال المال الخليجي بيأثر في القرار المصري حاليا وفي قرار الحكومة وفي قرارات وزير الخارجية. وعشان كده لابد من أول خطوة إعادة السفير المصري إلى العاصمة السورية، والخطوة الثانية إن مصر ترجع لممارسة دورها القيادي. عشان عيب إن مصر تبقى وكيلة عن أحد. مصر وكيلة فقط عن الشعب المصري والشعوب العربية كلها وشعوب العالم الثالث وشعوب الحرية. مصر في 52 كانت بتقود حركة التحرر في العالم كله تحت قيادة الزعيم جمال عبد الناصر.